أهلا بكم من جديد. البداية دائما من الشأن المحلي، حيث أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 1650 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وقد بلغت قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوم تبدأ بعد يومين من الآن وتنتهي في 9 أغسطس القادم. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.22% مساوي للإصدار السابق بتاريخ 3 مايو الحالي، وبلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 1.810 مليار دينار بحريني. وقعت في بورصة البحرين اتفاقية بين البورصة وشركة الفنادق الوطنية تعين بموجبها البورصة كمسجل لأسهم الشركة، وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة والرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الوطنية عبد الرحمن مرشد. وبموجب الاتفاقية ستقوم البورصة بتقديم حزمة من الخدمات لشركة الفنادق الوطنية تشمل الاحتفاظ بسجل إلكتروني للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة، بالإضافة إلى تحديث بيانات سجل المساهمين الناتجة عن التداولات على أسهم الشركة. كما توفر البورصة بموجب هذه الاتفاقية عددا من الخدمات الإلكترونية التي تشمل تزويد شركة الفنادق الوطنية وبشكل فوري بالتقارير الخاصة بنقل الملكية الناتج عن عمليات التداول في أسهم الشركة. هذا وكشف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن مشروع بحرين تريد، والذي سيفتح المجال للبنوك لتقديم خدمة للمواطنين والمقيمين لتداول الأسهم، وذلك عبر مواقع هذه البنوك بكل سهولة. وأضاف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين أن البورصة في طور النقاش مع أغلب البنوك في البحرين للتوقيع معها للمشاركة في المشروع، لافتا إلى أن أي مواطن أو مقيم لن يتعين عليه فتح حساب استثمار في البورصة، إذ سيتم استقاء بياناته من البنك نفسه. وأكد الرئيس التنفيذي للبورصة إلى أن هذه الخطوة تعتبر أهم الخطوات التطويرية التي تقوم بها البورصة، وعلى أنها ستساعد في حث الأفراد على التداول عبر تسهيل الإجراءات عليهم. بحرين تريد هذا مشروع نقوم فيه حاليا لإتاحة عملية التداول أونلاين لجميع المواطنين والمقيمين اللي عندهم حسابات آيبان أكاونت في البنوك التجارية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. مايكروسوفت تكشف النقاب عن نسخة منخفضة التكاليف من برنامج تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمول. نواصل النشرة مشاهدين من أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، حيث أغلقت السوق المالية السعودية عند مستوى 6864 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.11%. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6627 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.96%. وكانت الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فكما هو موضح على الشاشة مشاهدينا فقد أغلقت عند مستوى 4578 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.17%. ونأتي لأداء بورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1322 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.21%. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 761671 سهم بقيمة إجمالية قدرها 216528 دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 33 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين مشاهدين في التداول على أسهم قطاع الصناعة، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 41.2% من القيمة الإجمالية للأسهم.